إذن عن استمرار انتهاكات السلطات الهندية ضد المسلمين والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية التظاهرات وحملة المناصرة الجارية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول أمين عام الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام الشيخ الدكتور محمد الصغير. دكتور محمد، مرحبا بكم. تظاهرات انطلقت في الهند ومدن أخرى في العالم نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا احتجاجا ضد مسؤولي الحزب الحاكم الهندي، كيف يمكن قراءتها دكتور محمد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تفاعلت الأمة الإسلامية مع نداءات الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام بعد أن كانت الحملة حملة في الفضاء الإلكتروني وتجاوزت التغريدات 1,000,000 تغريدة على كل وسم أطلقته الهيئة، بداية من إلا رسول الله يمودي وحملة 1,000,000,000 غضبة لرسول الله. تم الدعوة إلى الخروج عقب صلاة الجمعة وتوحيد خطبة الجمعة وجعلها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا جموع العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه خرجت في جموع غفيرة، ولكن الذي يعني يحزن غياب الشارع العربي عن هذه التظاهرات الحاشدة. دكتور محمد، هناك مقاطع انتشرت حول استخدام العنف ضد المتظاهرين في الهند، إلى أي مدى يؤكد ما يجري ليس من قبيل الصدفة بل سياسة ممنهجة بما فيها أو من ضمنها الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي الإساءة إلى جناب النبي المكرم صلى الله عليه وسلم ليست هي المشكلة مع حكومة مودي، ولكن هذه الطامة الكبرى التي فتحت ملف الجرائم. هذه الجرائم العنصرية البغيضة التي رفع شعارها مودي وزكاها مع حكومته التي تحكم الهند الآن من خلال منع الحجاب والحديث عن عدد الأطفال والإنجاب والتضييق على الحريات الشخصية والشعائر التعبدية. هذه سلسلة ممنهجة، لذا نحن إذ نطالب بالاعتذار الرسمي العلني الواضح، أيضا نطالب في نفس الوقت برفع اليد عن المسلمين في الهند الذين يصلون إلى 300,000,000 مسلم وأن يعدوا شعائرهم بمنتهى الراحة وعدم التدخل. هناك يعني الشعوب العربية بعض منها في بعض الدول قامت بمقاطعة المنتجات الهندية. دكتور محمد، هل هذا الإجراء كاف برأيكم؟ يعني أظن أن حملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية آتت أكلها وأثرت على الاقتصاد الفرنسي، والتأثير في الأمر الهندي سيكون أكثر. وأنا بدأت في المخاطبة تجار الخليج أن تكون المقاطعة كما بدأت من الكويت من الجمعيات التعاونية، أن تبدأ من قطر من الميرة، وأن تكون مقاطعة تجار قبل مقاطعة الشعوب. لو أن 10 من تجار الخليج، كل 10 في بلد خليجي قاطعوا الهند، ستكون مقاطعة اقتصادية بالغة. دكتور محمد، كيف ساهمت الحملة العالمية لنصرة نبي الإسلام في مواجهة حملات العنصرية والكراهية التي ارتفعت وتيرتها في الهند؟ الإسلام من خلال مجلس الأمناء وما فيه من العلماء والتواصل مع الهيئات العلمائية، كذلك اللجنة الإعلامية للهيئة تركز على فضح هذه الإجراءات العنصرية وأن تضع الأمة الإسلامية أمام مسؤولياتها من خلال فضح عنصرية نظام مودي. هذا الاجتماع المستمر لعلماء الأمة وهذا العمل المنظم، إلى أي مدى يمكن أن يغير في التعاطي الرسمي والدولي مع الإساءة المتكررة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو للإسلام بشكل عام؟ في هذه المرة ظهر نوع من التعاطي الرسمي من كثير من الدول العربية والإسلامية، وإن كان في مراحله الأولى ولم يتخطى مراحل الشجب والاستنكار. ونحن نطالب بمزيد من التصعيد الدبلوماسي. أما على المستوى العلمي والعلمائي
فينبغي أن تبقى كلمة العلماء عالية وأصواتهم صادعة بالحق، وهذه الحملة الإعلامية والعلمائية آتت ثمارها في بعض التراجعات التي رشحت عن الحكومة الهندية وبعض العقوبات الخجولة التي صدرت والتي لا ترضينا بالنظر إلى حجم الجرم الذي قامت به حكومة الهند. من اسطنبول، أمين عام الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام الشيخ الدكتور محمد الصغير، شكرا جزيلا لكم.